تعتبر مرحلة المراهقة نقلة مهمة في حياة كل فرد منا، لأننا نبدأ بالتخبط والتغير فيها لاكتشاف أنفسنا. فالشباب اليافعين في هذه المرحلة بأمس الحاجة لمن يرشدهم، ومن هنا جاءت رسالة توازي التوعوية التي تسعى بشكل مباشر لمساعدتهم. رسالة توازي التوعوية هي رسالة شبابية مستقلة تهدف دائما إلى تعزيز وعي اليافعين بضرورة امتلاك وعي ذاتي وشخصي قادر على أنه يمشيهم بشكل جيد في مسار التغيير الذاتي والشخصي. نعتقد في توازي أنه الوعي هو أساس أي عملية تغيير لازم تصير على المستوى الشخصي والاجتماعي، ولازم نكون متمكنين منه. الآن الفريق الإداري لرسالة توازي التوعوية فريق أشبه بما يكون عائلة، أشبه بما يكون مجتمع مصغر بيحاول دائما يسعى بشكل جيد لأنه يعني يفرج الناس نموذج حي على أرض الواقع لناس واعيين وبتفاعلوا مع بعض. ولأن مرحلة الثانوية العامة أو التوجيهي من المراحل المهمة بالنسبة للشباب، فلها نصيب كبير من فعاليات توازي. أول شيء أنا لما كنت مقبل على مرحلة التوجيهي، هي المرحلة اللي بلشت فيها أنا تطوع مع توازي، توازي حفزتني إن أنا ما أكون بس متركز على أكاديميكس أكثر من إن أكون متركز على الأشياء الثانية في حياتي كجوانب رياضية اجتماعية وغيرها. فأنا صراحة كثير استفدت من توجيههم، استفدت من الرسالة اللي أنا صراحة بلشت أؤمن فيها بعد ما بلشت الشغل مع الفريق. والشيء الثاني، توازي بتعطيني فرصة إن أنا أعطي وأعطي المسج هذا وأوصله للناس بعدية، الناس اللي هي هسه راح تدخل في المرحلة اللي أنا كنت فيها قبل سنتين، وهسه هم يعني محتاج، أظن هم محتاجين زي ما أنا كنت محتاج حدا يحكي لهم إنه هم حياتهم مش هتكون بس محددة في الرقمين اللي حيطلعوا لهم نتائج توجيهي، بل هي كمرحلة أكبر من هيك وكمشروع هم ممكن يستفيدوا منهم على المدى البعيد. بدأ فريق توازي في مدينة الزرقاء لأن أغلب المتطوعين منها، ولكن التوسع في بقية المحافظات من خططهم المستقبلية لتحقيق أهدافهم بشكل أكبر. للشباب مساحة في توازي تنسحب على الحوارات وفهم الآخر وتكوين صداقات جديدة وإيصال الأفكار للمجتمع عن الشباب وتطلعاتهم، بالإضافة لتعلم ما يفيدهم في مستقبلهم.